اهلا وسهلا بكم اخواني الاعزاء، مقطع جديد لهذا اليوم. المقطع اخواني اليوم هو على طلبكم، اعاده لتفعيل تخطيط القلب على الويندوز، لان هواي طلبوه من عندي وقالوا يعني يختلف وما اعرفوا له. فنبدي وياكم بسرعه ان شاء الله. اول شيء هنا أنا تخطيط القلب ما مفعل طبعا، حتى مختفي همين بالساعه، هو منكم يصير عنده هاي الحاله. واذا اردنا نتاكد هنا أنا وردنا ندخل على تطبيق صحتي، راح نجي عليه ما راح ندخل منه أنا على القلب، تخطيط القلب، واقول له اعداد التطبيق، راح يطلع لي هذا، يعني معناته ما مفعل. واذا اختارت اي تواريخ طبعا قلت له راح يقول غير متوفر في بلدك. اول شيء راح نلغي الاقتران ويا التليفون. الطريقه هي تروح على التطبيق مالت الساعة الووتش، وتجي من هنا على اسم الساعة وتدوس علامة الإعجاب وتختار إلغاء اقتران أبل ووتش، يقول لك إلغاء اقترانها، تأكدها، تكتب كلمة السر مالت الحساب مالتك وتعطي إلغاء اقتران. هنا أنا كمل إلغاء الاقتران. هسه الآيفون بعد ما عندي بشي لغيت الاقتران، راح أسده، راح أنتظر الساعة تكمل همينة وتشتغل عندي طبيعي، من تشتغل راح أطفيها، أروح أكمل بالحاسبة. ننتظر هاللحظات، اشتغلت عندي الساعة، حاليا ما احتاجها، ايش راح اسوي؟ راح اطفي الساعة، تمام؟ طفيت هالساعة، حاليا راح اشتغل على الحاسبة، راح نتوجه على الحاسبة حتى نحمل عندنا ملف التفعيل والبرنامج مال ايميزنج، هذه هي الروابط، ما راح يكمل التحميل راح تنزل عندنا هذه الملفات، أول واحد هذا com.apple.private، هذا هو اللي راح نضيفه للباك اب اللي راح ناخذه، هذا هو يعني التفعيل. مالت التخطيط هذا الملف بعد ما نفك ضغط على ملف ابيض، هذا اذا طلع عندكم عادي احذفه، هذا هيك لان نظامي ما كاني فيختلف، وهذا المضغوط راح امسحه بعد ما احتاجه، هذا هو جاهز، وهذا ايميزنج راح افك ضغط عنه همينه راح امسح المضغوط، هذا ايميزنج. هسه راح اجي اكنك التليفون ويا الايميزنج، راح اربط التليفون، راح نربط الايفون بالجهاز، راح تطلع عندنا هاي الرساله على الحاسبه وهاي الرسالة بالتليفون، نقول له الوثوق وراح ننتظر لحظات. هنا سألنا على نسخ احتياطي، ندخل على نسخ احتياطي، هنا عندك تشفير النسخة الاحتياطية هاي اللي قلت لكم عليها، والبعض سألني وقالوا شلون وما عرفنا لها، تعطي تمكين، يسألك على كلمة مرور، اكتب كلمة سر، يعني كان يكون كلمة سر الايفون نفسها اللي تفتح بها الجهاز من ما ينفتح بالبصمة، تعطي موافق. حاليا صارت هذه اخضر مثل ما قلت لكم، ما عندك شيء بعد، تقول له التالي، تنتظر اعداد نسخه احتياطيه، راح ياخذ نسخه احتياطيه، على مود ورا هاي النسخه الاحتياطيه راح نزرع بها هذا الملف اللي نزلناه قلنا عليه، هذا هو الفايل، هذا لان هو هذا الفايل هو اللي يفعل تخطيط القلب بالساعه، يعني التفعيل يجي عن طريق الايفون ما يجي عن طريق الساعه، راح ننتظر لحظات. كمل حاليا النسخ الاحتياطي، اقول له اغلاق النافذه. حاليا راح اجي من هنا، راح انطي كليك يمين وراح اقول له طبعا ها قبلها راح تقولون اللغه، من هنا اللغه تتحول، اخاف البعض راح يسال، من تحرير يعني ايديت اذا بالانجليزي، تجي على تفضيلات بريفرنسز، وبعدين تجي على اخر وحده دولي تختار منها، تقول له لغه عربيه يتحول عندك عربي. نرجع هنا للنسخه اللي اخذناها، كليك يمين ونختار انشاء نسخه قابله للتحرير من هذه النسخه الاحتياطيه. راح يسألك على اسم، هنا أنا لازم تعطيها فد اسم تميزه، أنت مثلا نسميها الساعة لأن راح نحتاجها لأن هاي هي اللي نرجعها، انطي استمرار، كمل حاليا أخذ النسخة، نجي على النسخة هاي هي النسخة صارت جوا، اسمها الساعة، ننقر عليها ونجي على نظام الملفات، نضغط عليه، هنا راح ندخل على هوم دومين هذا، وبعدين ندخل على ليبراري، وبعدين راح ندخل على بريفرنسز، هذا هو المكان اللي نريده. هذا ايش راح نسوي؟ راح نضيف به هذا الملف، نسحبه سحب ونخليه هنا، هسه هو نزله، للتاكد راح اشيله مره ثانيه وهم انزله هنا، اتاكد من عنده، راح يسالني تريد تستبدله؟ اقول له استبدال، على مود اتاكد انه الملف نزل، هاي هيك عمليات تنظيف مسح، هسه كمل عندنا، ضفنا له يعني التفعيل، حاليا هو جاهز، نفسها اوقف على هذه اللي اسمها الساعه، مو اروح على ذيك الغير معدله. واقول له استعاده للاجهزه، راح انقر عليه راح يقول لي يا جهاز اختار نفسه جهازي وانطي التالي، وهنا انا اقول له محو الاجهزه المستهدفه، هذه ضروريه، وانطي التالي وانتظر. هسه يقول لي روح على التليفون وروح على الاعدادات ابل اي دي من الاي كلاود وطفي العثور على الايفون. راح ادخل على الاعدادات وراح ادخل على الاسم، وهنا عندي بتحديد الموقع راح القى العثور على الايفون وانطيها ايقاف، راح ادخل كلمة السر مالت الحساب مالتي،
حاليا شوف طلع الرمز مباشرة صح بالحاسبة مثل ما تشوفون. هنا يقول لي هل أنت متأكد؟ يعني أقول له نعم استعادة. راح يبدي يحضر. سطبعت لك هذه يقول لك نجحت العملية، يرجع أتباع تعليمات مساعد الإعداد بجهازك. بس راح نروح على هذه نكملها، نجي ونقول له متابعة البصمة ما تشتغل عندي، راح ألغيها عدم الاستخدام. هنا يقول لك رمز دخول، في تخلي رمز، أنا ما أريد أخلي رمز، هذا الجهاز بس بالبيت استخدمه. هنا الأبل آي دي يريد كلمة السر مالتك، هذا شيء ثابت. شيء الأهم عندنا خدمات الموقع نعطيها إيقاف ضروري، إيقاف خدمات الموقع. هنا نقول له موافق. نكمل بقية الإعدادات، هذه متابعة، مرحبا بك، فتح هسه هو حاليا الجهاز. المهم راح ننتظر لحظات بس هذه البرامج تنزل. بعد ما يشتغل الجهاز وتنزل كل البرامج وأهم شيء الواتش، نشغل الساعة ونسوي اقتران. طيب بدأ الاقتران، ونخلي الشاشة على الساعة بهذا الشكل. هنا راح يسألك أهم شيء، راح يقول لك تريد استعادة لو إعداد جديد، أهم شيء يقول له إعداد جديد، أي ترتديها أقول باليسار. هنا نطي موافق، هنا ندخل كلمة المرور مال الحساب. هنا راح يسألك على خدمات الموقع اللي هي أهم شيء، تقول له إيقاف خدمات الموقع. سيري تطي موافق وهذا تطي موافق. هنا تريد رمز قول له عدم إضافة. النشاط تخطي مو فد مشكلة. هنا البرامج أو التحديثات هي متابعة عن طريق، أنا حقولها يدويا على مود الوقت يعني متابعة، المهم بس أعيد نمشيها. تطبيقات لاحقا، هسه راح بس تخلص هاي المزامنة راح تشتغل عندك الساعة ونشيك تخطيط القلب. اكتمل هنا المزامنة عندنا، نطي موافق اشتغلت هسه الساعة. حاليا راح نروح نشوف تخطيط القلب، هو هذا الأهم عندنا، شوفه موجود أو مو موجود. هو حاليا جاي يتحمل البرامج الساعة، وهذا تخطيط القلب موجود طبعا، لقيته موجود، كان مختفي. الأخوة هواي اكو يقولون يختفي عندنا، لا بالعكس كان مختفي، بعد ما فعلت الطريقة مباشرة هو ظهر. طبعا أنا كنت أنتظر الأب ستور أدور عليه، لا لقيته هنا موجود مباشرة اشتغل عندي، ما قال لي يعني روح للساعة وفعله وهاي الامور، لا اشتغل تلقائيا. المهم هو شغال، واذا اردنا نتاكد اكثر ونروح على تطبيق صحتي، نجي عليه ونشوف تخطيط القلب وينه، اشعارات اضطرابات النظام هم كلها موجوده، اشعارات الارتفاع مالت القلب. طبعا اذا جيت على تطبيق الساعه راح ننزل على القلب، هنا ايقاع غير منتظم راح اقدر افعلها، اذا القلب ارتفع اكثر من 110 راح افعلها، هاي اذا ما يشتغل تخطيط القلب ما راح تتفعل عندك. يعني حاليا كملنا والتخطيط شغال 100% مثل ما شفتوا، وموجود طبعا مع العلم كان التخطيط مختفي. شكرا لكم وتحياتي، اخوكم سامر ابو سعيد.